نغير الارقام دي لان كتاب الاسم الجديد. فين الليزر؟ انت لازم تنام بدري. ها عندنا اهوت ان الرحم قالب على قدام بنسبه نكتب فوق 85 بدل 80، يعني الكتاب الجديد كاتب 85%، امال قالب على ورا بنسبه كام؟ 15%. يعني الارقام بس هتختلف، هل قالب على قدام هو النورمال ولا قالب على ورا هو النورمال؟ على فكره الاثنين نورمال، اوعى حد يقع فيها. ده نورمال وده نورمال، يعني ربنا خالق الستات 85% قالب على قدامه، هنفهم الكلمه دي، و15% قالب على ورا. هكبر الرسمه دي ونشوف. اهي ادي اليوترس قالب على قدام زي ما احنا شايفين. طلع ان الرحم عامل مع السيرفكس انجل، اهي شايف ادي اللونجيتيودنال اكسس بتاع الرحم وادي اللونجيتيودنال اكسس بتاع السيرفكس، عاملين انجل اوبتيوز 160 170 درجه، دي اسمها انجل اوف فليكشن، بيسموها كده في الاناتومي. يبقى الانجل اوف فليكشن بين البادي بتاع اليوترس وبين السيرفكس، ودي اوبتيوز. طلع ان ربنا برضو عامل بين السيرفكس وبين الفاجينا، بص ادي السيرفكس وادي الفاجينا برضو انجل بس حوالي 90 درجة، ودي اسمها انجل اوف فيرجن، مش فيرجن يعني انسة، في اي ار مش في اي. طلع عشان ما انساش في الامتحان في فور في، يعني انجل اوف فيرجن بين فاجينا اند سيرفكس، ما تنساش. امال انجل اوف فليكشن بين سيرفكس اند يوترس. اذا انتوا خدتوا بالكم ان الانجلز دي لقدام، او ده وضع اسمه انتي فيرتد يعني الانجل اوف فيرجن لقدام، انتي فليكسد يعني الانجل اوف فليكشن قدام. يبقى اي في اف ده فهمناه بقى، يبقى الانجلز اللي موجودين دولت مفتحين على قدام. طلع ان ربنا 85% من الستات بيبقى كده. طب هل ده يحصل منه برولابس؟ يعني تخيل ايديا ديت يوترس وادي السيرفكس وادي الفاجينا عاملين كده، حتى بيسموها سوان عامله زي الايه الوزه، بيقول لك ادي اليوترس وادي السيرفكس وادي الفاجينا، العينه تكح، هل الرحم ده هيقع؟ امتى يقع؟ بيبقى عامل كده خلاص، يعني ماشي في الاكسس بتاع مين؟ اليوتر. يبقى ما يسالك اخر بروتكتيف ميكانيزم الجينيتال تراكت ايه هو؟ الوضع اللي اسمه اي في اف، ده بيحمي. على فكره 85% ستات تكح وتحزق ولا ينزل حاجه لان الرحم عامل الانجلز دي عمره ما يقع. طيب نعكس ار في اف، يعني هاخد الرحم على ورا، يعني الانجل اوف فليكشن فين؟ ها ورا، والانجل اوف فيرجن فين؟ ورا. دي بيسموها بقى ريتروفيرتد الفيرجن، ريتروفليكسد يعني قالب على ورا. عندنا 3 ديجريز بقى هنا. فيرست ديجري الفندس بتاع الرحم، قمه الرحم عند البرومونتري اوف ذا سيكر. سكند ديجري عند الكونكافيتي اوف ذا سيكر. ثيرد ديجري عند التيب اوف ذا سيكر. يبقى انا عندي 3 ديجريز، مين من دول يعمل برولابس؟ عارف دول كلهم 15%. طلع ان الفيرست ديجري تكح على الشارع، عشان كده ما يقول لك من اسباب البرولابس ايه؟ ان العينه تكون فيرست ديجري ار في، حاجه فيري رير. انا بقول لك دول كلهم 15، يعني ده هيبقى نسبته كام؟ يعني 5%. فعشان كده الحمد لله ان ربنا عامل كل الرحم قالب على قدام، وكمان نسبه كبيره بتبقى على ورا. السؤال هنا الثيرد ديجري ده هيعمل ايه؟ بيعمل ماس ان دوجلاس باوش، ده هنجمعها في الاخر. في حاجه اسمها ديفرنشال دياجنوز كده في محاضره، بجمع لك كل المنهج في عباره عن حصه، او عباره عن ايه بقى؟ عيانه بفحصها لقيت ماس ان دوجلاس باوش، تفتكر ايه الكومنست كوز اوف ماس ان دوجلاس باوش؟ هو ده. ثيرد ديجري ار في اف، يعني انت بتفحص عيانه لقيت حاجه مكلكعه ورا، افكر في مين رقم واحد؟ هو ده. ثيرد ديجري ار في اف. طب في اسباب ثانيه؟ اه طبعا هناخدها بقى، فايبرويد ورا، اوفيريان تيومر واقع، عندنا مليون حاجه، بس اهم حاجه ذا كومنست كوز في الام سي كيو اوف ماس ان دوجلاس باوتش از ودي حاجه كويسه ونورمال. ربنا طالما الرحم كده كده مقلوب على ورا عادي، المشكله اذا كان مين بقى؟ اكوايرد. يبقى مسالك الكومنست تايب اوف ار في اف هتختار ايه؟ كونجنيتال اكوايرد 3 بيز، انا عاملها لك سهله كده عشان ما تنساش. اول بي بيربرال، في فتره بعد الولاده اسمها بيربوريوم، عارفين كام يوم؟ 40 يوم، حوالي 6 اسابيع كده بعد الولاده. 6 اسابيع، تفتكر بعد الولاده الرحم حجمه اخباره ايه؟ يعني هو كان هنا بعد الولاده على طول بيبقى هنا عند فين؟ الامبليكس. هل ده طبيعي؟
لا لازم يقل اكتر، بياخد بقى اسابيع عشان يقل. العينه بعد الولاده بتبقى تعبانه، تروح عامله ايه سيادتها؟ نايمه على ظهرها، ودي بكرهها. ها اول ما تنام على ظهرها والرحم ضخم والليجامنتس ايه؟ لاكس، تروح الرحم يبتدي يعمل ايه؟ ار في اف. يبقى ما تنساش ان اهوت الار في اف الاكوارد ده كومن استكوز، ده في الام سي كيو ده الاكوارد بيربرال اللي هو لاكست يو انكريز ويت. عشان كده يستحسن انها تعمل ايه؟ تمارين كل يوم، تنام على وشها 10 دقائق كل شويه. على فكره دي مهمه جدا عشان الرحم ما يقلبش على ورا. طب حاجه ثانيه، تولد يعني تشد عليه بايه؟ اديجن. تخيلوني انا رحم وفي اديجنز في الدوجلاس باوتش ومسكتني من الفندس كده وقلبتني على ورا، ايه الموضعين اللي في المنهج فيهم اديجنز؟ مفيش غيرهم ان شاء الله. انفلاميشن اوف ذا تيوب اسمه كرونيك بي اي دي او سالبنجايتس، او بطانه الرحم المهاجره ده مشهور جدا اسمه اندوميتريوز، ده مدمر هناخده بعد الفايبرويد. يبقى الموضعين دولت اكتر موضعين اسمه فروزن بلفس، يعني بلفس المتجمد كله اديجنز. يروح ماسك الرحم كده ويقلبه على ورا. امال بوشد بقى، دي تخيل شويه، واحده عندها فندل فايبرويد في الرحم وتقيل، فيبتدي يعمل ايه في الرحم؟ يقلب. يبقى انا بحفظهم بكلمه بيز، لا اما اثناء الايه؟ بيربوريوم، لا اما يتشد، لا اما يتزق. نعيد الاسئله. الكومنست تايب اوف ار في اف از كونجنتال. الكومنست كوز اوف اكوايرد بيربرال اللي هو لاكستي وانكريز ويت. طب تعال نشوف كلينيكال بيكتشر سهله جدا. ان شاء الله الاورام لما تيجي تذاكروها هتذاكروها بالحروف دي. بحرف الاي اه سيمتوماتيك، ودي كومنس ان العينه ما تشتكيش. تفتكر انهي نوع من اللي انا قلتهم فوق يبقى اسيمتوماتيك؟ كونجنيتال. يبقى بكتب جنب ده كونجنيتال. يبقى العينه اللي ربنا خالقها الرحم بتاعها قلب على ورا عمرها ما تشتكي ولا هتجيلك حتى اذا قال لك انفيرتيليتي ولا يمنع، كلام وهمي ده نورمال. طيب بي بليدنج، يبقى انت هتاخدوه في الاورام كده كومن سيمتوم از مترتبين كده بالاحرف الابجديه. ايه اسيمتوماتيك، بي بليدنج، هنا في مينوراجيا لوكوريا ديسمينوريا، اللي مذاكر يعرف ليهم سبب واحد كونجيشن. احنا اي كونجيشن في المنهج انا ثلاث اللي هم ايه؟ لوكوريا مينوراجيا ديسمينوريا، هشرحهم تاني. فاكر لما قلت لك رحم كده اما يبقى اكوارد بيعمل ايه؟ لورا بيعمل ايه في الفينز؟ كينك، فيعمل كونجيشن. يعني ما تنساش ثلاث اخوات دول سببهم كونجيشن. طيب سي كومبليكيشنز، تختلف بقى حسب الورم وعلى حسب الموضوع. هنا العينه لا تسقط لا تفرقع، ازاي بقى؟ شوف الرسمه دي. لا ذاكر الابورشن من اسبابه ار في اف. ليه بقى؟ رحم قالب على ورا والعينه حملت فيه والبرومونتري عامل كده يعني جاتنج، تلاقي عنده يمنع يعمل فريكشن معاه والرحم ما يحبش حد يلعب فيه. يعني انا دلوقتي واحده الطلق بتاعها وقف وقت الولاده، انا عايز اجيبه واعمل ايه؟ العب في الرحم، تلاقي الكونتراكشنز رجعت. دي حقيقه. تخيل بقى عظم قاعد يحك في الرحم طول الحمل، هيبتدي الكونتراكشن ايه بتاع العيان يعمل لها ابورشن. طب نفترض بيبي غتت وما نزلش، طلع ان الرحم ده عمره ما هيتعدل، الحته دي اضعف حته، الحته دي عظم، هتلاقي الحته دي تعمل ساكيول 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 وترفع مره واحده ربش. يبقى ما تنساش هنا ان حاجه من اتنين هتحصل which is rare، لان شرطي لازم يكون السكرم برومونتري داخل على قدام اسمه incarcerated RV. يعني ايه incarcerated؟ محشور. يبقى لازم انهي نوع من الار في اف، مش لازم كل الانواع، لازم يكون السكرم برومونتري بتاعه ايه؟ جاتنج داخل لقدام قوي، ودي صدفه غبيه يعني ار في اف وفي نفس الوقت جاتنج سكرم. طلع دي ديستشارج، احنا قلنا لكم ايه؟ ايه بقى كانت انلارجمنت؟ هل الار في اف اما يحصل هيعمل انلارجمنت؟ لا. يبقى انا اهوت بشطب انلارجمنت وبالتالي هشطب بريشر. يعني ان شاء الله في الاورام هتلاقي انلارجمنت وبريشر، يعني هشطب الاثنين انلارجمنت اند بريشر. بي بين، خدنا ديسمينوريا ليه؟ كونجيشن. اللي ما حضرش الحته دي الكونجيشن ازاي يعمل الثلاث اخوات دول؟ بلاد فيسز محتقنه اثناء الدوره. دوره ثقيله اي مينوراجيا. غير كده بترشح ميه لونها ابيض ترانسوديشن، يبقى لوكوريا. تعمل وجع قبل الدوره لان اول ما الدوره بتنزل بتفوق، اسمها كونجستيف ديس مينوريا. هتشطب لي باك ايك، كتاب الاسم مش هطيبها، بس هيبقى عندك ديس بارونيا. في سببين بقى هنا مكتوب سبب، هزود سبب في كتاب الاسم. تفتكر ليه العينه عندها وجع اثناء الانتركورس في الار في اف الاكوايرد؟ كل ده الاكوايرد. على فكره الكونجينيتال كله ايه؟ اسيمتوماتيك. طلع اول حاجه ان الرحم كان كده صح؟
وبعدين قلب على ورا، فوقع فين؟ في الدوجلاس باوتش. والراجل وهو بيعمل انتركورس مع مراته بيخبط في الدوجلاس باوتش، وده كونجستد يوترس يعني فيري تندر. بس هل الرحم لما بيقلب بيقلب لوحده ولا بيقلب مع حاجات؟ ادي تيوب واوفري، تخيلوا بيقلب كده، والاوفري ده موجود في هيدن اريا في الحوض. تخيل الاوفري ده وقع في الدوجلاس باوتش، والاوفري ده عامل زي التستيكل، تتخبط التستيكلز ممكن يموت فيها. ها برضه الاوفري وقع في دوجلاس وقعد يخبط فيها، اوفيريان سنسيشن فظيع. يبقى هنكتب هنزود هنا اندو برولابسد اوفري، وهرسمها برسمه عشان تتخيلها. ادي اليوترس قالب بالشكل ده، وقالب مع مين؟ وادي الفاجينا، وده دوجلاس ايه؟ باوش. كل ما يعمل انتركورس بيخبط في مين؟ بيخبط في الاوفر البرولابسد، وبيخبط في الكونجستد يوترس. فلعنا تصوت، يبقى الديسبارونيا سببين، كونجستد يوترس واوفيريان برولابس. هل مهمه السيمبتومز؟ لا، دي اللي مهم، ده اللي جه. هعمل فحص بقى للعيان، انا عايز اعمل بي في ثم باي مانيوال، هفهمك الفرق بين الاثنين. بي في ان انت هتحط صباعك بس، امال باي مانيوال؟ لا، بحط صباعين من تحت وايد من فوق، واحس الرحم بين ايدي. خلاص، يبقى بي في بحط صابعي بس جوه العيان، ده اسمه بير فاجينال. امال باي مانيوال؟ ايديا الاثنين، ايد من تحت وايد من فوق، واحاول اقربهم لبعض. تعالوا نشوف الفروقات والتخيل. اول حاجه ده اليوترس قالب على ورا، ليه؟ دي ايه دي؟ يبقى ده قالب على ورا. في حاجه اسمها قالب على، طب ناخد القالب على قدام الاول اهو. ولازم ارسم الرسمه دي عشان اعرف اجاوب الاسئله الام سي كيو. ادي اللي قالب على قدام، وادي السيرفكس، وادي الفاجينا، وده مين؟ امال القالب على ورا اهو، وادي السيرفكس، ودي الفاجينا، وادي السيمسز ايه؟ بيوبس. هسالكم اسئله على الرسمه، ده اي في اف وده أربع. تخيل بتحط صوابعك هنا، هحس انهي ليب الاول بتاعت السيرفكس دي، انهي ليب؟ انتيريور دي، يبقى انا هحس الانتيريور قبل البوستيريور. طب هنا لا، هحس البوستيريور، عمري ما هعرفها في الام سي كيو غير لما ارسمها. ان شاء الله ترسمها على ايدك. ها يعني وانا بحل الاسئله يقول لك الار في اف بتحس انهي ليب قبل الثانيه، هنا هتحس البوستيريور قبل. طيب الاكسترنال اوس، انا بحط صابع احس الفتحه، هنا دايركتد ايه؟ بوستيريور، وهنا دايركتد انتيريور. طيب هعمل باي مانيوال في العيان، يعني حط صابعي هنا، بحط صبعين من تحت وايد من فوق، هل الرحم هحسه في انهي فورنكس؟ هنا انا بحط صباعي هنا وبحط ايديا من فوق، يبقى بحسه في انهي فورنكس؟ انتيريور. طب وهنا اذا حطيت ايديك في الانتيريور فورنكس هتحس حاجه؟ امال عشان احسه لازم احطه في انهي فورنكس؟ يبقى هنا بحس اليوترس من انهي فورنكس؟ هتقول له بوستيريور. امال ده ايه؟ انتير. هدخل الاله دي، ايه دي؟ ساوند. وانا بدخلها بدخلها لوزلي، في دكتور عندنا اذا سمعت ده بتسقطك، فدي بعد اذنك ما تقولوش اذا دخلت الواحده ست، والله ما بهزر، دي بتسقط في الدكتوراه. الدكتوراه عباره عن ايه بقى؟ اوض، وبيبقى كل دكتور بيدخل يكشف كمان، مع الدكتوراه بقى مش زيكم يعني في كشف كمان على العينين. فهي بتروح فاتحه الستاره وتشوفه بيعمل ايه. الدكتور اول ما يمسك ده تروح ماسكاه بايديه كده، تعالى اسقط، ماسك اداه الجريمه. ليه ده وحش؟ اولا انت عرفت كل حاجه، وفي حاجه اسمها سونار. انا ليه اعمل ده؟ انا اذا عملت ده غلط ممكن اعمل ايه؟ بيرفوريشن. فده خطر جدا، عشان كده بعد اذنكم ما تقولهاش قوي في الشفوي الا اذا قال لك وايه كمان وايه وده واحد يقول الساوند بقى انت بتاعهم. يبقى العيانه دي اذا قال لك ايه هتقول له الساوند. تعالوا نراجع، ها نشوف الاسئله. هنا بحس ايه ليب قبل ايه في الار في اف؟ البوستيريور قبل الاكسترنال اوس دايركتد انتيريور. الباي مانيوال بحسه في انهي فورنكس؟ بوستيريور. الساوند كان دايجنوز، ودي ما تتقالش بعد اذنك غير في الاخر، ويا ريت في التحرير انساها. طب في حاجه اسمها الترا ساوند، في خلاص ات از جولد ستاند، كتاب اسمه ذهب. ده اجمل حاجه اكتشف بيها الار في اف. ليه ادخل ساوند صحيح واعذب العيانه؟ ممكن يكون عنق الرحم بتاعها ضيق وممكن اخرم، يبقى انا هعمل الترا ساوند وده يخلص. ات از جولد ستاندرد فور دايجنوز اوف ار في اف. امال ايه البيسري دي؟ احنا خدنا كده ثلاث انواع من البيسري، كان دي اسمها ايه؟ رينج.
كان في واحده جميله كده بتتحط سيليكون اسمها شيلف او جيل هورن، دي اخر واحده بقى، بس دي مش عندي، مش موجوده، تبقى عامله كده ليها تو ليفلز بالشكل ده. هي ليه معموله بالشكل ده؟ معموله بالشكل ده عشان تركب على مين هنا؟ السيمسس بيوبس. بيبقى تو ليفلز، انا بركب الجزء العالي ورا والجزء اللي تحت اللي قداماني تحت. اعمل ايه في اليوترس الار في اف؟ يزق اليوترس كده ويلبس على سيمسس، يبقى زقه من ورا. معقول اقعدها بالبيسر دي مدى الحياه؟ العالم اسمه هودج سميث، دي البيسر الثالثه الاخيره، انتوا مش عليكم غير ثلاثه، اسمها هودج سميث. ده الراجل ده عملها حاجه مؤقته، اشوف العانة هتتحسن ولا لا. يعني انا هركبها لها واقول لها يا مدام ايه، روحي بيتك وبعد شهر تعالي لي قولي لي الاخبار ايه. قالت لك الدوره الثقيله ايه؟ قلت، اللوكوريه اختفت، المغص بقى احسن. تفتكر عيانه زي دي هل هتنفع فيها العمليه دلوقتي؟ اه اكيد، ما هستجاب للبيسري. طب اذا كانت العانة دي ما تحسنتش، يبقى مش هعمل عملية. يعني أنت قصدك تقول قبل ما تعمل عملية بتعمل تيست، يبقى بسموه إيه بقى؟ بيسري تيست، ما تنساش. يبقى أنا بركبها علشان أشوف هل سكسسفول أوبريشن ولا لأ. إن شاء الله ديفرنشال دياجنوز للثيرد ديجري اللي هو ماس إن، واكتب لي هنا ده كومنست كوز. شفت قعدتها لك كذا مرة، يعني في الإم سي كيو ما يجيب لك يقول لك ذا كومنست كوز أوف ماس إن دوجلاس باوش إز ثيرد ديجري أر في إف. نيجي ليه؟ البريفنشن والتريتمنت مالوش أي قيمة، اكتب الاسم اختصره جدا. قال لك علشان امنع بل بعد الولاده العيانه تنام على وشها شويه. ليه؟ عشان ما يقلبش على ورا. اذا كان ما فيش سيمتوم نو تريتمنت اللي هو كونجنيتال. طب اذا كان في سيمتوم عالج السبب. يعني واحده عندها اندوميتريوزز عالجه، واحده عندها كرونيك سالبنجايتس عالجه، واحده عندها ورم ليفي شيله. يعني قصدي ايه؟ تريت ذا كوز. راح كتب بقى سيرجيكال تريتمنت ما بتتعملش اليومين دول، ان انت تخلي الرحم بدل ار في اف ايه؟ اي في اف. انا بعالج مين بس؟ الكوز. بس عشان تعمل حاجه خدناها النهارده والدكتور اللي جبناه كنا بنخيط ايه قدام السيرفكس عشان دي، اذا كنت عايز تعملها في البرولابس، يعني اذا كنت عايز تعملها بتجيب الكاردنال تخيطه قدام السيرفكس تو انتيفيرت مين ديوترس. اقفل وابتدي